بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنكمل مع بعض في الاين كيو. هناخد المره دي حاجه اسمها السيت اوبريتورز. هنقصد بيها ان احنا نتكلم ازاي نسلكت يونيك ايتمز اللي هي بنسميها كلمه ديستينكت، وازاي نتكلم على يونيون، على انترسكت، نتكلم على اكسب. خلاص، هو ده اقصد بيه بالعنوان بتاع سيت اوبريتورز. تعال نتكلم على اولا مبدئيا على ديستينكت، ازاي اجيب بيانات يعني بدون ما تكون فيها تكرار، بيانات غير مكرره. نروح على اكزامبل على طول. هم عامل اكزامبل جديد كده، وخلي اكزامبل 24، وهقول له var expression بتساوي customers، عايز اسلكت كل الاوردرز، فاقول سلكت ميني كاستمر، ده السي بتاعي على كل واحد منهم. هقول له سي دوت عايز منه من داخله الاوردرز الداخليه دي، وهجوين الكلام دوت، هربطه مع البرودكتس اللي عندي، مع البرودكتس اللي عندي. خلاص، طالما عملت جوين يبقى لازم اقول له حقل ايه مرتبط مع حقل ايه. الاولاني هو الاوردرز، هيتربط مع الثاني اللي هو البرودكتس، تمام كده. فالاولاني هدلعه او، اللي هو هقول له او دوت برودكت اي دي، والثاني هدلعه بي اللي هو البرودكتس طبعا، ودوت هيجي من بي دوت الاي دي برودكت. خلاص، كوما الريزلت سيلكتور بقى، المات اللي عايزه تطلع قلت له طبعا هتطلع من الاو والبي مع بعض. حلو، قلت له انا عايز كل البي، ممكن نقول بي دوت برودكت اي دي وبرايس، اقول له لا البي كله كده يعني كله استرسك يعني. فطبعا المنتجات ممكن تطلع، يعني دي معناها انا عايز المنتجات اللي ايه اللي اتباعت في اوردرات. حتى هنا كده واعمل كده واقول له عايز، طبعا اتباع لي بس انا عايز كل الاوردرات. ماشي، انا هروح كده اجيب بسرعه طباعه من اللي موجودين عندنا قبل كده، كلير واطبع عادي، وانزل تحت واقول له ايتم ليست دوت ايتم دوت كلير فار اكس ان اكسبريشن، بس اقول له اكس دوت ايه البرودكت اي دي، هتلاقيه الاي دي برودكت والبرايس بس. والبرايس لان هم دول اللي موجودين، انا قلت له هات لي مين البي، بي دي كل حقول البي يعني، لازم كنا بنقول او خلاص اكس دوت اي دي برودكت واكس دوت برايس. فكده مفترض هيجيب لي الاي دي والبرايس بتاع كل برودكت، بس خد بالك ده مربوط بالاوردرز، هيجيب لي مع جدول الاوردرز. خلاص، فطبعا لو المنتج ده اتباع في اكتر من اوردرز هيطلع. لو عملنا رن كده وجربنا برودكت اي دي برايس 10 جابوا تاني، والثلاثه ده جابوا دي مرتين، لان دولت اتكرروا مع الاوردرات يعني اتباعوا اكتر من مره، اتباعوا اكتر من مره. فانا عايز ديستينكت يعني اجيب بس من بدون تكرار. هعمل ايه بقى؟ قبل كده بعد ادي الجمله بتاعتي لمبات اكسبريشن بتاعي دوت، فاقوم جاي هنا قايل له دوت، والاقي كلمه ديستينكت دوت ديستينكت، افتح قوس واقفله. خلاص دوت ديستينكت، هنشوف كده الناتج بتاعنا هيبقى عامل ازاي. عملنا رن كده،
دوسنا على الاكزامبل 24 الاقي النقطه المره دي ديستنكت خلت لي الحاجه ما تبقاش بتتكرر. ده كده الديستنكت اوبريتور. تعالى نشوف لو احنا عايزين نخلي الديستنكت ديت تشتغل على الالاين كيو كويري بتاعي. هما قال له اعمل اكزامبل تاني ورقمه 25 اخش واقول له var expression بيساوي from c in الكاستمرز من جواها بقى from ال o in الاوردرز خلاص كده وصلت للاوردرز. هجوينه بقى هجوين البي ان البرودكتس هربطه مع جدول برودكتس خلاص كده اون وحدد ان الاو دوت الاو دوت الاي دي دول او ما دلعتوش او فروم الاو ان الاوردرز معلش اوردر زي السي دوت اوردرز بقى ان السي كاستمرز دوت اوردرز تمام كده اقول له او دوت قال لي او دوت ايه قلت له او دوت برودكت اي دي لازم تكون بتساوي او ايكوالز بقى عشان احنا جوه جوين ايكوالز البي دوت اي دي برودكت خلاص هيقول لي هسلكت ايه قلت له سلكت لي بي دوت بي كل سلكت لي البي ايه البي كل خلاص ونفس الطباعة اللي عندي هي طبعا دي كده هيجيب لي كله انا عايز اعمل ديستنكت ديستنكت مش تيجي معايا كده بشكل مباشر لكن هعمل كوس كده على الكلام ده كله على الناتج ده كله يعني وما قايل له دوت ديستنكت يبقى يمسك بقى هو كده الجروبنج ده كله البنات اللي جايه كلها والديستنكت ده ممكن انا طبعا اقول له ممكن كنت اقولها له هنا دوت ديستنكت هنا كده كان هيلف عليهم بس هيلف عليهم من ايه بدون ما اعمل لهم ديستنكت اعمل لهم ديستنكت ممكن اعملها هنا وممكن اعملها فوق كده ما بين القوسين كله وقايل له دوت ديستنكت عشان يشيل البيانات الايه المتكرره. لو جربنا كده نعمل رن نجرب الاكزامبل بتاعنا هلاقي طبعا ما بقاش بيكرر عادي. طيب يعني مفيش ديستنكت هنا في بتاعتنا على طول لازم نقوم حاطين كسور وقال ديستنكت ماشي. عايزين بنتكلم بقى على اليونيون الانترسكت اكسبت كل واحده تعمل ايه. تعال نشوف اليونيون اولا. اليونيون طبعا اللي هو اتحاد الحاجتين مع بعض حاجتين مع بعض هيعمل لهم اتحاد. تاخد بالك ان هو هيسكيبنج الدوبليكيتس اللي هو اي تكرار هيسكيبه بس هيجيب اللي هنا واللي هنا ولو في حاجات مشتركه هيجيب منها واحد خلاص. فمثلا على سبيل المثال ناخد كوبي عشان نعمل اكزامبل جديد وهنك كوبي بيست ستة وعشرين دبل كليك var expression يساوي قلت له عارف الكاستمرز ماشي اعتبرها كاري يعني قلت له رقم واحد مش الزيرو لا واحد دوت قال لي في سيتي وكانتري ونيم واوردرز قلت له لا دوت الاوردرز اللي جواها كده دخل من الكاستمر الاولاني على الاوردرز اللي جوا قلت له دوت يونيون ادمجه لي مع قال لي اديني الحاجه اللي انت عايزني ادمجها لك طبعا لازم تكون نوعها ايه اوردر اوتوماتيك لازم يكون نوعها اوردر
ان انا وصلت الاوردرز اللي جوه الكاستمر الاولاني. قلت له روح بقى على الكاستمر كاستمرز بس اللي مش الاولاني ده، التاني على فكره كان الاولاني رقم زيرو. قلت له بقى روح على التالت دوت الاوردرز اللي فيه. دوت الاوردرز اللي فيه يبقى كده يروح على الاوردرات بتاع التاني واحد ويحاول يعمل لها اتحاد اوردرات التالت، التاني مع التالت. هنطلع كده نبص كده بص على البيانات اللي كنا مالينها جوه بتاعتنا. قال التاني كان عنده اوردر اوردرين خلاص، والتالت كان عنده اوردر واحد خلاص. كويس، منتج رقم 3 هنا متكرر زي ما احنا شايفين كده مع ده. تعال نشوف هنا الاتحاد هيعمل لي ايه لما اجي اعمل رن. ها ما قلنالوش يطبع حاجه صحيح، ناس نايمين احنا. بعد ما عملنا كده خلاص هو كده جاب صح، بس عايزين نلف على حاجه نطبعها بقى. خلاص الاكسبريشن بتاعي اهو مليان بيانات، فانا عايز اطبع البيانات البيانات اللي جات لي دي جوه الاكسبريشن. باخد طباعه عاديه كبير واكس ان اكسبريشن، وهنا اقول له اكس دوت جاب لي طبعا كل الحاجات الخاصه بالبرودكت. قلت له عايز البرودكت اي دي وعايز الكميه اكس دوت ايه دوت كوانتيتي، عايز بس الايه الاي دي والكوانتيتي. وتعالى نجرب كده نشوف قدر يعمل لنا اونيون ولا لا، يونيون ولا لا. الاي دي واحد، الكميه 10، 2 3 20 3 20 تاني كرر الثلاثه مع انها جايه بس جايه اهوت مع واحد ومع واحد تاني. هتقول لي ازاي المفروض اليونيون ما كانش يشتغل كده، المفروض ده سيم ريكورد هو كانش المفروض يطلع مرتين. اقول له لو احنا مش عايزين نطلع مرتين بقى نعمل ايه؟ نعمل ديستينكت. ممكن نقوم جايين هنا ال دوت ديستينكت خلاص كده والرن تاني ونجرب برضو جابها ديستينكت ما اشتغلتش معانا كده. ماشي، لو عملت كده قوس على ده كله قلت له خلي ده كله واعمل له ديستينك عشان القوس ده ممكن يكون على ده بس. قوس في 5 ما اعتقدش هتشتغل معايا بس نجربها يعني. برضه ما اشتغلتش. ماشي، هو مفترض ما كانش يجي اساسا يعني. هقول لك ليه باختصار جدا، لان الكاستمر والاوردرز دول كلاسز، والكلاسز دي اساسا بتصنف ريفرنس تايب مش فاليو تايب. اللي يعرف فاليو تايب تختلف عن الريفرنس تايب، فعشان كده يعتبر صحيح. انت لو جيت بصيت هنا على البيانات اللي داخله اصلا هتقول لي ان الاوردر ده راح فين في رقم 2 اهو. الاوردر ده بالظبط هو الاوردر ده 2020 ترو ترو 9933، لكن في الحقيقه ده عباره عن نيو اوردر خد في الذاكره مكان بهاش كود مختلف تماما عن المكان اللي هنا ده. ده اختلف عن ده، عشان كده ده اختلف عن ده، عشان كده تلاقي ايه ان هما مجهود زي بعض. لكن لو احنا كنا عاملين مثلا على سبيل المثال عاملين اوردر بيسمينه او بيساوي نيو اوردر، فتحنا قوس وقلنا 20 كوما ترو كوما 9 مانث البرودكت اي دي رقم 3 خلاص كده عرفنا او
واجي هنا بقى ما اقولوش بقى نيو اوردر بتاعي، ما اقولوش بقى نيو اوردر كذا كذا كذا، لا اقول له هو ده الاو، هو هو برضو الكلام ده. واجي هنا بقى في التعاسمه ده اقول برضو هو ده الاو، عايز ان هو ده كده. انا عملت اوبجكت واحد خلاص اسمه او، واديته هنا مره واديته هنا مره، فالمفروض ان هما كده متساويين. لو جينا عملنا ران مش نجرب كده المره دي، ما كررليش ليه بقى؟ لان هما الاثنين بقوا منشئين في الذاكره بشكل ايه؟ بشكل واحد، اوبجكت واحد في الذاكره. لكن الاول كان لا، ما كانش كده الاول، ما كانش بالوضع ده، كنا بنضطر ان احنا كل واحد ليه انشاء مختلف عن التاني في الذاكره، فكان بياخدوا اتنين هاش كود مختلفين واوبجكتس مختلفين. او كنا ممكن ما نشتغلش على الكلاسز، كان في حاجه اسمها استراكشر ممكن نشتغل عليها، والاستراكشر دي فاليو تايب مش ريفرنس تايب. فيعني الناس برضو المفروض تكون فاهمه يعني ايه الفرق ما بين التنين، وانا حاولت اوضح يعني لحد ما يعني. فهرجع الوضع زي ما كان ولا ايه؟ خليه كنترول لو احتاجنا، ماشي خلاص. المهم يعني خليه زي ما هو كده، ولو احتاجنا ما مش هيأثر معانا غير في المثال ده دلوقتي. لو احتاجنا مثال تاني قدام هيبقى ناخد بالنا من الفرق اللي احنا اتكلمنا عليه ده. طب لو احنا عايزين نعمل نفس القصه بس في باللاين كيو بقى، كوبي بيست سبعة وعشرين، هم عامل ايه؟ مش هطلع بنفس نفس الكلام، اقول له var expression كده بيساوي، انا عندي مجموعه ومجموعه بيانات اولى ومجموعه بيانات ثانيه، فاقول له from cn customers خلاص، وعايز منها الاوردرز، فاقول له from ال o in order on c dot orders خلاص، where c dot country بتساوي الكانتريز دوت ايجيبت خلاص كده. هتسلكت ايه من ده كله؟ قلت له سلكت لي الاو كله، هات لي كل بقى اللي جاي من الاوردرز. ده الجدول الاولاني، اعمله كده قوسين كده، بس مش هقفل بقى سيمي كولوم، اعمل قوسين كده يبقى ده كله على بعضيه دوت، وعايز اقول له دوت يونيون مع مين؟ قلت له مع from c in الكاستمرز، عايز منهم from ال o in الاوردرز c dot orders، معلش c dot orders c dot a dot orders خلاص، where ان السي دوت كانتري بتساوي كانتريز دوت كويت. خد بالك بقى المره دي انا عندي المجموعه الاولى الاوردرات بس بتوع الايجيبت، وهنا الاوردرات بتوع مين؟ بتوع كويت. وما تنساش ان عندنا في واحد نفس يعني انستنس واحد يعني اوبجكت واحد اللي هو الاوردر رقم مش عارف كام، الاوردر اللي هو كان فيه تسعه ده احنا عملناه واحد، فالمفروض يشيل التكرار بتاعه صح؟ طيب والكانتريز هنا كويت، واقول له سيلكت لي الاو خلاص وسيمي كول. يبقى كده سيادتك المفترض ان ادي عندك مجموعه الاوردرات اللي من ايجيبت، فيهم اتنين لا مفهمش اتنين كلهم، كان فيهم كام؟ كان اربعة والاوردرز اللي في الكويت ودول كانوا اتنين بس، واحد من هنا وواحد من هنا، الاتنين نفس الاوبجكت اللي هما دول. نرجع بسرعة كده بس، اللي هما انشأناهم باوردر او ده، اللي هو واحد منهم بتاع سابور وواحد منهم بتاع فين 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 مش شايف، كان في واحد منهم بتاع بسملة، ايوه عملناه هنا هو ده اللي هو اهو خلاص.
يبقى كده في واحد بتاع السبورت بتاع بسمله، الاثنين دول مشتركين، مفترض ما يتكرروش، ما يطلعوش متكررين، لان احنا مجمعينهم جوه واحد بس اللي هو 20 ترو 9 3 بقى، يطلع مره واحده ما يطلعش مرتين. واقول له اطبع بقى النتيجه، اوامر الطباعه هي هي بتاعت المثال اللي فات، هي كلير ليست، ويعدي عليهم يطبع البرودكت اي دي ويطبع الكميه. خلاص رن كده، وندوس هنا طلع الاي دي واحد والاي دي اتنين خمسة. الاي دي واحد يقول لي هو اتكرر، اقول لك ما تكررش، اولا ده كمية مختلفة، غير ان هو يعني ده برضو اتنشأ في الذاكرة بشكل، ده اتنشأ في الذاكرة بشكل تاني، وتلاتة كذلك مرة واحدة، وخمسة مرة واحدة، وثلاثة بالنسبة لنا ده هو ده اللي كان تقريبا قبل الأخير، ده هو ده اللي احنا شلنا التكرار بتاعه على ما أتذكر، الأو ده اللي هو 20، احنا كنا مش فاكر الترتيب بتاع دي الكوانتيتي اللي هو البرودكت اي دي رقم 3 شهر 9 و 20 3 9 3 20 ده معناتها اللي تاخد منه 20 متكرر معاه مرتين، ما طلعش غير مره ايه يعني الاي دي رقم 3 ما طلعش معايا غير مره واحده، لان مستخدم الايه؟ اليونيون. تمام كده؟ تمام كده. 3 اهو مره واحده. لو عايزين نجرب مثال تاني، احنا كده شفنا اليونيون. تعالى نشوف اكزامبل على الانترسكت مثلا، بيست ناخد حتى الكود هو هو نفس المثال بتاعنا بالظبط، بس هشيل كلمة يونيون دي واخليها انترسكت. خلاص كده لو جينا نجرب المثال بتاعنا الجديد بس بجملة انترسكت، الاقي ان جاب لي الحاجة الوحيدة المتقاطعة ما بينهم هما الاتنين اللي هي الاي دي. ما حدش يقول لي بقى كان في واحد تاني اللي هو بس بس منشئ خلاص بقى في الذاكرة، عرفنا الريفرنس تايب عشان هما منشئين في الذاكرة بشكل مختلف. يبقى كده جاب لي الانترسكت، جاب لي الحاجة الايه؟ المشتركة ما بين الاتنين. فاضل لي مثال كده على الاكسبت، نوقف كده نرجع تاني نعمل اكزامبل تاني. نخلي الاكزامبل 30 30 ايه 29 ماشي. اخد كوبي من الكود ده كله، تسعة وعشرين، عامل بيست. عايز اعمل المرة دي عايز اعمل حاجة اسمها اكسبت. اكسبت لو انا قلت له هات لي كل الاوردرز بتاعت ايجيبت، لو جينا بصينا على بتوع ايجيبت في البيانات اللي عندنا فوق، ادي واحد ايجيبت وواحد ايجيبت تاني، في واحد كايرو في واحد 6 اكتوبر. خلاص كايرو دوت فيه اتنين اوردرز، اكتوبر ده برضه فيه اتنين اوردرز. خلاص كده فانا ممكن اقول له ايه؟ هات لي كل اللي في ايجيبت. خلاص كده ماشي، او اقول له هات كله وخلاص كله ايجيبت على الكويت ماشي، شلنا الشرط خالص، يبقى كده هات لي كل الاوردرات. اكسبت بقى ايه؟ هقول له فروم الكاستمرز الاوردرز وير مش الكانتري بقى دوت السيتي تكون كايرو. يبقى دي المثال ده المفترض يجيب لي كله بس بتوع كايرو بس، اللي هم اتنين اوردرز بتوع سابور، الاتنين اوردرز بتوع مين؟ بتوع سابور. لكن دول بيجيبوا لي كل الاوردرات. ست بقى بتعمل ايه؟ يعني زي ما تقول ما عدا او يستثني،
فلو جينا جربنا كده بصنا على الاكزامبل بتاعنا هتلاقي جاب له اي دي 1 و2 و5 واستثنى بتوع. لو رجعنا للكود بتاعنا كده هنلاقي ان بتوع سابور كانوا اللي هو دول اللي هو المنتج رقم 1 10 ورقم 3 20. رقم 1 10 ما جاش، رقم 3 20 ما جاش. بس تاخد بالك من حاجه، هتيجي تقول لي ايه رقم 3 20 ده؟ رقم 3 20 ده 3 المنتج رقم 3 اللي هو الكميه بتاعته 20 كان موجود مع سابور وكان موجود مع بسمله. يقول لك اه هيعمل اكس ليه كله، يعني هيستثنى اللي جاي من الجمله الثانيه خالص، هيستثنى اللي جاي من الجمله. لو كانوا تو اوبجكتس مختلفين يعني ده نيو اوردر وده نيو اوردر مختلف كان هيطلع واحد منهم، لكن احنا كده استثنينا التو اوردرز دول، المنتج رقم 1 منه 10 والمنتج رقم 3 منه 20، 1 منه 10 و3 منه 20 ما طلعش، كان 1 منه 3 ماشي لان دول كان اوبجكتس مختلفه. فاكسبت دي ليه؟ زي ما اتفقنا ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل استثناء للتاني، يعني يجيب كل الاولاني ما عدا اللي موجود في التاني. كنا ممكن نعمل برضو المثال ده باللمبادا اكسبريشن بسهوله، كنت هقوم عامل زي ما احنا عملنا كده بدل بس كده بدل كلمه يونيون عشان بس ما تطولش امثله وخلاص، كنا ممكن نحط هنا انترسكت وممكن نحط هنا ايه اكسبت برضو بالشكل بتاع اللمبادا اكسبريشن كده. فتيجي تبقوا تجربوها انتوا، يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع السيت اوبريتورز.